السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ كيف أموركم؟ إن شاء الله تمام، يعطيكم العافية. طبعا أنا في البداية حبيت أعايد عليكم إن شاء الله بحلول العام الجديد، وإن شاء الله يا رب العالمين يكون عام خير وعام بركات، وإن شاء الله يا رب العالمين كلكم تحققوا أمنياتكم إن شاء الله، والكلكم إن شاء الله أشوفكم من التجار الكبار، وإن شاء الله يعني كل واحد عنده طموح إن شاء الله على العام الجديد إن شاء الله يحققه بإذن الله تعالى. طبعا كلمني واحد من التجار، والله كلمني لأن أنا بتعامل معاه في السوق، وخبرني إنه هو منزل بضاعة جديدة اليوم، أجهزة لابتوبات والأشياء هاي كلها. فأنا قلت أوكي، يعني خلينا ننزل نشوف شو الوضع، ننزل نشوف شو في أسعار جديدة بالمناسبة العام الجديد، وإن شاء الله يا رب العالمين يكون عام ممتاز عليكم. طبعا أنا إن شاء الله بعد الفيديو يعني حابب أكلمكم في بعض المواضيع، أو حتى ممكن الآن أكلمكم في بعض الأشياء يعني حابب ألفت نظركم عليها. شباب، بخصوص أهم حاجة بخصوص موضوع الناس اللي تتكلم معي، أول شيء بخصوص موضوع الآيفونات. موضوع الآيفونات شباب، يعني أنا حاليا إن شاء الله الأسبوع القادم من تاريخ اليوم اللي نحن في تاريخ واحد، يعني اليوم احنا يوم الاثنين، ان شاء الله بداية من الاسبوع القادم انا راح احاول اني انا اشتغل على موضوع الايفونات، بسبب انه في يعني طلب كثير من الناس يعني ورد لي بخصوص الموضوع الايفونات. فان شاء الله باذن الله تعالى حنشتغل عليه ونشوف، احاول اتبع وين المصادر واتبع لكم ان شاء الله الامور هاي كلها، الى ان انه ان شاء الله نوصل لمصدر يكون موثوق وممتاز ويكون اسعاره متناسبه مع اسعار السوق. يعني هاي النقطه مهمه، لانه انا حصلت اماكن وحصلت اسعار، أنا خبرتكم يعني اما اسعار نازله واوضاع الاجهزه تعبانه، او اسعار مرتفعه والاجهزه اوكي لكن اسعار مرتفعه. فاحنا حابين نوصل لمنطقة البالانس، نكون احنا في الوسط، نحصل شيء بسعر اوكي زائد عن انه نحن يكون نوعيته جيدة واموره طيبة. فنحن ان شاء الله باذن الله تعالى حنشوف المواضيع كلها. الان انا نازل على السوق اشوف، وانا حد بخبركم يعني شباب، انا في العملية انا وسيط في الموضوع كله، اولا واخرا انا وسيط في العملية كلها. في ناس طلبت مني عساس ما تتكلف موضوع السفر والنزلة والطلعة والمواضيع كلها هذه، يعني انها تجرب انه تتعامل اول بداية وتجرب نفسها في البيع والشراء وتشوف وضع السوق عندها وتشوف وضع الامور كلها. فهذا الموضوع شباب انا حبيت يعني ان شاء الله نوه عليه. في موضوع ان شاء الله بعد الفيديو نشوفه ان شاء الله اخر الفيديو انا حبيت اتكلم فيه، بس هتكلم فيه على هدا واكون واقف في مكان. الموضوع المهم، موضوع اللي هو النصب والاحتيال والاشياء والعروض اللي بتشوفوها على الفيسبوك والعروض اللي بتشوفوها على الاماكن هاي كلها، هاي ان شاء الله انا حتكلم فيها يعني بعد ما نخلص موضوع الطلعة الان ان شاء الله. فربنا يسر الامور ان شاء الله، حنشوفكم في الموقع باذن الله تعالى. انا حبيت اصور لكم هالجو الجميل، الجو الحلو يعني، وهالمناظر الحلوة هذه الحمد لله. يعني هاي الشهور من السنة شهور جميلة وشهور حلوة، يعني العصافير تزغزغ والسماء صافية والمواضيع هاي كلها. فان شاء الله بإذن الله أشوفكم بعد الفيديو، أنا هحاول أشوف لكم الأسعار وأشوفكم الأمور. ونحن حاليا في السوق يوميا أسعار طالعة نازلة شباب، والأسعار اللي بيحطوها البياعين بدون شواحن، لأنه اللي يبيع الشواحن شخص مختلف عن اللي يبيع الأجهزة، عشان نكون في الصورة تمام. في شواحن التايب سي بحدود بين 40 و50 درهم، في شواحن العادية بين 11 درهم و15 درهم على حسب نوعية الشواحن. ماشي شباب، اتفقنا؟ تمام، نلتقي ان شاء الله في السوق. طيب هذا شو المواصفات ماله؟ Specification 7450 i7 5th generation 8GB 256 2GB NVIDIA graphic. 2GB NVIDIA graphic. Yes. وهذا في graphic؟ هذا without graphic i3 7th generation 8GB 256 350 درهم. Okay. What you have for graphic?
this graphic. هذا شو زد بوك؟ بوك جي 3 نو جي 2 جي 2 this بي 50 graphic بي 50 زيون بي 50 بي 50 بي 50 جرافيك هاو ماتش 2 ولا 4 ولا ماكس 2 جي بي 2 جي بي اوكي جي هاني ها بھائی ها 24000 بھائی بي 50 بس شباب هذا لازم تلحقوا عليه قبل ما يخلص هذا 3590 شاشته 4 15 انش هذا هذا الجهاز ممتاز هاي كلها اجهزه جرافيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ كيف أموركم؟ إن شاء الله تمام. يعطيكم العافية. طبعا في البداية حبيت أشكر كل الناس اللي بتتابعنا وكل الناس اللي بتحط لنا التعليقات الحلوة وكل الناس اللي بتحط لنا يعني كومنتات ممتازة، حتى الناس اللي بتتواصل معي. يعني أنا صراحة بكون مسرور حتى الناس لما تكلمني، واعذروني لو إني تأخرت عليكم بالرد أحيانا أو شيء، أحيانا ربما يكون انشغالات أو شيء من القبيل هذا. نحن طبعا شباب رحنا سوينا لفة أمس في السوق وشفنا يعني شو الأمور وشو المتواجد وشو المواضيع اللي خبرتكم عليها. احنا رحنا على اثنين من التجار، في واحد من التجار عنده أجهزة جرافيك موجودة بس لكن أسعارها غالية لأنها هي أجيالها عالية شوي، وفي واحد من التجار منزل يعني اللي هي أنواع الأجهزة الاستهلاكية اللي احنا ممكن نشتغل عليها، يعني اللي هي أسعارها رخيصة يعني بحدود من 250 درهم لل 400 درهم 450 درهم. ان شاء الله انا حاليا اجهز كشف بالاسعار وان شاء الله حيوصلكم باذن الله تعالى. طبعا احنا حابين نتكلم في عده مواضيع شباب الحين. في ناس كلمتني شافت عروض عن طريق الفيسبوك او عروض بالاماكن، خصوصا عروض الفيسبوك، يعني بعضهم بينزل موضوع الكمبيوترات او اللابتوبات او الايفونات، وخصوصا ان عندهم ارقام صينيه حتى بروفايلاتهم مسكرينها والمواضيع هي كلها. شباب يعني هذا واضح انه نصب من يعني الشيء اللي موجود، حتى الاسعار اللي موجوده اسعار غير عقلانيه. يعني حط لك جهاز مثلا يعني كرت الشاشه اللي فيه لوحده قيمته فوق ال1000 درهم مثلا، او حط لك في مايكرو اس دي اللي هو مثلا او اس اس دي تقريبا قيمته اللي هو 1 تي بي يمكن بحدود $100 ومنزل لك الجهاز كامل $100. هذا شيء يعني واضح انه في عملية نصب في العمل هذا، فانتوا لازم تنتبهوا للمواضيع هاي. حتى شباب انا كلموني من الناس اللي تابعين الجروب اللي عندي على الفيسبوك انه يعني كلموا هاي الاشخاص وكلموا اصحاب البروفايلات وتواصلوا معهم، في منهم حولهم فلوس للاسف يعني، وبعد ما يتم تحويل الفلوس فمباشره بيسوي بلوك للشخص هذا المحول. لذلك شباب انتم لا تكونوا فريسه الطمع بخصوص موضوع الاجهزه، ترى ما في تاجر غبي، كل الناس بتعرف اسعارها وكل الناس تعرف امورها، وحتى بعض الاجهزه سعرها عالمي يعني موجود. فلذلك لازم انتباه كثير من النقطة هاي شباب. ان شاء الله اللي كلمني انا حاليا اليوم ان شاء الله هحاول اجهز قوائم، واللي كلمني حاول يعني ان شاء الله يعني على المساء او بكرة ان شاء الله انا بحاول اعطيه قوائم بالنسبة للاجهزة اللي شفناها، والحمد لله يعني كانت لفة جميلة ومجدية والذي من فضل. لذلك انتبهوا شباب، اهم شيء موضوع البروفايلات الوهمية، الاجهزة اللي مشكوك بامرها. يعني انت لا تتعامل مع جهة الا جهة تكون موثوقة بالنسبة لموضوع التحويلات، خصوصا أهم شيء الناس اللي بيتصلوا عليك أو يردوا عليك من أرقام موجودة خارج دولة الإمارات. يعني شوف لو هو
شخص موجود في دولة الإمارات تمام، يعني هذا أنت ممكن مثلا لو صار أي طارئ ممكن إنه أنت يعني تلجأ للجهات القانونية، تلجأ للجهات حتى الأمنية، هم ممكن إنه يشوفوا شو الوضع اللي صار، لأن هذه الأشياء مش مسموح فيها طبعا في دولة الإمارات أبدا، أمور النصب والاحتيال والأشياء والحيوان. لكن هم بيتبعوا إنهم مثل من أجهزة خارجية، من أرقام خارجية، فأنت لا تتعامل إلا مع شخص يكون موثوق في البلد معروف، حتى أفضل اللي عندهم رخص تجارية واللي عندهم محلات، يعني حتى في ناس أنا بتكلمني بتحول مبالغ لأصحاب محلات موجودة في الإمارات عادي، ما في مشكلة، ليش؟ هو عنده محل وعنده سجل وعنده أمور، يعني خلاص موضوع موثوق. أما واحد أنت شايفه على الفيسبوك تحول له فلوس ليش؟ خلاص هذا باختصار ممكن ببساطة يسوي لك بلوك ويروح عنك، صح ولا لا؟ فهذا الموضوع احنا وجب ان ننوه عليه، وانا ما راح احط بروفايلات الناس اللي موجودين النصابين. اي شخص اي شخص، بالنسبه لموضوع الايفونات، نتكلم على موضوع الايفونات تحديدا شباب، اي شخص بيقول لك اطلع لك من المنطقه الحره، حول لي على تركيا، حول لي على عمان، حول لي على ما بعرف وين، الدليفري مع الاستلام، ما بعرف شو ما شو، هذا كلام كله فاضي. هذا شخص نصاب باختصار، انا كلام صريح اتكلم معك. اي عملية مشكوك في امرها ما فيها وضوح لا تتعامل معها، انت تتحمل النتيجة، خسائر بالاف الدراهم. يا اخي انا ما بزكي نفسي، لكن الناس اللي تعاملت معاي هي بتزكيني. اتصل بعطيكم ارقام الناس اللي اشتغلت معها، هي بتعطيك، اساله كيف فلان في التعامل، وهم الناس اللي بيزكون في الموضوع، وانا ما بنفي عن نفسي الخطأ، احتمال في اشياء تسقط عني سهوا، لكن هذا والله خطأ صدقا اكون ما انتبهت لها اثناء الشراء. لكن انا مش متعمد غش اي حد من الاشخاص، لكن الحمد لله لحد الان كل الامور ماشيه سليمه. يعني طبعا البيع والشراء في الاجهزه الالكترونيه شيء صعب، يعني ما تكون في اشياء عيوب مخفيه، يعني الوصول لها شوي يعني يكون احيانا مش ظاهره او تظهر مع الاستخدام. لكن انا وجب ان انا انوه عليكم شباب، تتعامل مع شخصيه موثوقه. الشخصيات والبروفايلات الوهمية اللي موجودة على الفيسبوك اللي تحط الأسعار أقل، أشياء مش يعني ما فيها أي مصداقية في التعامل، حول لي على برا، حول لي على تركيا، حول لي على ما بعرف وين، حول لي أدفع لك أجيب لك، هذا كلام فاضي شباب، هذا كلام فاضي، وحتكون ضحية نصب في النهاية. وأنا كلموني ناس وكلهم انتصب عليهم، خصوصا مع البروفايلات الصينية، يطلع لك أرقام هندية ما بعرف وين، هذا مش في الإمارات أصلا موجود، على أساس تشتري منه ويبيعك، صح؟ خلاص انت حكم عقلك، حكم نفسك، شوف انه العملية واضح فيها نصب ولا لا. فأنا وجب التنبيه شباب لهذا الموضوع كثير مهم. تتعامل مع جهة. انا يا اخي ما عندي مشكلة، انا اذا بالنسبة لي انا الناس اللي بتكلمني، حتى في ناس تطلب ضمانات، واشوف انا ضمانات ما عندي، نحن يعني العقد اللي بيني وبينك هو يكون يعني بيننا ان شاء الله الامانة، وشاهد على عقودنا يكون رب العالمين. في الوقت اللي انا ما بحصل لك طلبك برجع لك فلوسك، انا ما عندي مشكله، انا ما لي محتاج ولا لي مضطر على فلوسك، يعني اي شخص كان. فاي شخص بيكلمني ساعه ساعتين ثلاثه وبعدين اخر شيء يسالني دفع عند الاستلام وضمانات، انا مش امازون، انا مش امازون ولا نون ولا عندي، انا ما عندي محل اصلا، انا وصيت مع التجار. بدل ما انك تفكر انك تجي وتجرب وتخاطر مبلغ عالي، ممكن تخاطر مبلغ بسيط، جرب نفسك في السوق، جرب البضاعة، جرب نفسك تقدر تبيع. الشراء سهل بس البيع صعب، الشراء سهل تدفع الفلوس سهل، بس انك تبيع هنا الصعوبة.
فأنا إذا بتحب تجرب مبلغ بسيط أوكي، وهي التجارة أصلا مبنية على المخاطرة. بس انتبه من شيء معين، أنت مخاطرتك مش في الشراء معايا، أنا ما عندي مشكلة، أنا بشتري وبحول لك الأغراض. مخاطرتك إنك أنت تكون يعني أطلع من نقطة تفكيرك بس إنه أنا أحول وينتصب علي بالنسبة لما تشتغل معايا، وفكر شو الأشياء اللي عندكم رايجة موجودة في غير حتى موضوع اللابتوبات. أنا بخدمكم في كل شيء، يعني حاول أدرس السوق، أدرس احتياجات السوق، شوف الموجود. يعني إذا السوق فيه إشباع لا تدخل بضاعة يا أخي خلص. لا، إذا في السوق فيه إشباع بالأجهزة خلص لا تشتغل على الأجهزة، دور على شيء ثاني. لا تحصر نفسك في هذه يعني الدائرة هذه، فأنت تطلع من الموضوع والله نصب علي وحينصب علي، ولا تكلمني موضوع ضمانات وتضيع لي وقتي ساعتين ثلاثة. أنا خبرتك أنا مش أمازون، أنا ما عندي يعني متجر، ما عندي مواضيع هذه اللي دفع عندي الاستلام وما بعرف شو. والله أنت عندك أي شكوك تعال احجز تذكرة وتعال اشتري بإيدك أحسن وأفضل وأريح، ولما أنت تصير قوي تعال اشتري حتى بإيدك عادي، هذا أفضل. ترى أنا علي مسؤولية في الموضوع لأني أنا اللي أضمن البضاعة مع التجار. فأنا وجب نوه الموضوع، انتبهوا من العروض الخلابية الوهمية اللي توهمك أنه أنت أسعارك أقل من السوق. موضوع الآيفونات أنا حشتغل عليه الأسبوع القادم إن شاء الله، وحروح على المنطقة الحرة ومواعد تجار ومواعد ناس وحعطيكم عليه أسعار كويسة. لكن انتبه على نفسك لما تحول وتشتغل مع مين تشتغل، لأن آخر شيء طمعك حيخسرك فلوس، حيسوي لك بلوك ويروح عنك وبروفايله مسكر، لا تعرف تجيبه، لا تعرف اسمه، لا بتعرف عنوانه، لا بتعرف أموره، هو أصلا خارج الدولة، نصب عليك وروح. باختصار يعني استغل طمعك. فانتبهوا لهالموضوع شباب لما تتعاملوا في المواضيع هذه. بالنسبة لي أنا تحب تتعامل معي على ثقة أهلا وسهلا، لا تطلب مني ضمانات، لا تطلب مني شيء. ما بتحب تتعامل على ثقة أنا ما جبرتك، أنت مش مجبر تتعامل معي، في سوق في ناس كثير اشتغل معهم عادي، أنا ما جبرتك تتعامل معي، أنت من نفسك إذا حابب تشتغل تعال أهلا وسهلا، أنا بساعدك بعطيك كل التسهيلات إن شاء الله قدر الإمكان. وهذا اللي حبيت نوه عليه شباب، إن شاء الله. أنا موضوع القوائم الأجهزة كمية كبيرة من الأجهزة اللي شفتها، يعني لحد الآن أنا عندي 70-80 جهاز القائم فيهم أجيال مختلفة وأنواع وأشياء وما إلى ذلك. فإن شاء الله هحاول أنا قدر الإمكان. أنا أعذرني لو أحيانا ما أردد عليكم شباب، بكون مشغول أو بكون عندي أشغال ثانية، فبكون مشغول لحد من التجار. الشيء الآخر شباب بعد المهم، حتى الأمور موضوع اللي إحنا حبينا نوه عليه موضوع الآيفونات، موضوع الأشياء الثانية هذه كلها، الشيء الآخر حبيت نوه عليه شباب إنه أهم حاجة لا تحول فلوسك إلا تكون ضامن الشغل اللي أنت شغال عليه. فإن شاء الله القوائم حتكون عندكم هاليومين إن شاء الله بإذن الله تعالى، واسمحوا لي تأخرت عليهم بالرد. وطبعا برسل تحية للشباب أحمد شامل من العراق، أخوي عزيزي أبو النور من الجزائر، خليل من الجزائر، الشباب الموجودين في ليبيا، وحتى الشباب في اليمن، سعيد والأخ نزير. نزير أغراضك وحتوصل، حتوصل على الطريق ما تأكل إن شاء الله على واصلة يعني خلاص، يعني إن شاء الله أيام بتكون بضاعة عندك وإن شاء الله حتكون مسرور منها جدا. فإن شاء الله بإذن الله تعالى نلتقي على خير، اسمحوا لنا لو أن تطولنا عليكم، وأنتظر حتى إن شاء الله مكالماتكم واتصالاتكم على التليفون، وإن شاء الله نلتقي على خير قريبا. واللي ما قدرت أرد عليه سامحني، لكن هي الأشغال والانشغالات بس. إن شاء الله يعطيكم العافية، إن شاء الله ما توقعوا ضحية نصب ولا احتيال ولا شيء، وإن شاء الله ربنا يبارك لكم في تجارتكم، في أموركم، في حياتكم، وإن شاء الله يكون يعني هذا إن شاء الله يعني نصيحة هي تكون إن شاء الله ربنا هيك يعطيها يعني في ميزان حسناتنا ودعاويكم إلنا، أن ربنا يسر أمورنا. يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.